التحية لجمهور الرياضة في المغرب الشقيق. أحب أؤكد أن السودان أول بطولة للشان استضافها السودان وفازت بها تونس، والآن نحن حضرنا إلى هذه البطولة في الشان ونحن في كامل الجاهزية وفي كامل الاستعداد. غمنا تربص داخلي في السودان ومن ثم انتقل التربص إلى تونس، وتربص كان لمدة أسبوعين، خضنا فيها عدد من التجارب الودية مع المنتخبات الأفريقية اللي كانت موجودة في تونس، ونحن حقيقة نلعب ضمن المجموعة الأولى وهي المجموعة التي تضم البلد المضيف المغرب، ووجود المغرب في هذه المجموعة هو بيضيق فرص التنافس، لأنه المغرب بالاستفادة من عامل الأرض والجمهور أنت بتعطيه أكثر من 70% لتصدر المجموعة، لكن هاي كرة قدم أي شيء وارد. لكن أفتكر بكرة مباراة الافتتاح بتوضح لنا كثير من ملامح هذه المجموعة. نحن في الفريق السوداني كلنا على أهبة ومستعدين استعداد تام رغم معاناتنا من الطقس وما يترك على اللاعبين، لكن أحب أؤكد إن شاء الله نحن ساعين وعاملين بقوة لتصدر هذه المجموعة رغم الفرصة الكبيرة لمنتخب المغرب.